أعزائي التلاميذ، حكايتنا اليوم بعنوان هدايا العيد. استلقى نبيل على فراشه ليلة عيد ميلاده، بدأ يفكر في الهدايا التي سينالها. غلبه النوم فرأى في منامه أنه وجد في الصباح صندوقا كبيرا. فرح نبيل وهو يحلم وقال: لا شك أن أبي قد أحضر لي مجموعة حكايات وقصص للأطفال. حلم أنه فتح الصندوق بسرعة، ولكنه وجد به صندوقا آخر أصغر. فقال: يظهر أن أمي قد اشترت لي من المكتبة أدوات الرسم التي وعدتني بها. فتح الصندوق فلم يجد أدوات الرسم، وجد صندوقا آخر أصغر من السابق. فقال في نفسه: لعل هذا الصندوق به القميص الرياضي الذي وعدني به أخي. فتح الصندوق فوجد بداخله أيضا صندوقا أصغر، فتحه وهو مشتاق إلى معرفة ما بداخله، فوجد ورقة كتب عليها بخط أخته: كل عام وأنت بخير يا نبيل. أفاق في الصباح، وبينما هو يفكر في تلك الهدايا التي رآها في منامه، سمع صوت أمه تقول له: تعال يا بني، كل عيد وأنت بخير. قبل أمه وأباه وأخته وأخاه، وقدموا له الهدايا المناسبة، وهي المجموعة القصصية وأدوات الرسم والقميص الرياضي. فرح بها وفرح بتحقق حلمه.